بتتابع البطولة من البرامج التلفزيونية ولا من اليوتيوب أكتر؟ لا، من البرامج التلفزيونية. السوشيال ميديا طبعا برضو هتابع من عليها، بس يعني الأغلب البرامج التلفزيونية، عشان أنا بحب ببقى وقتي كله عليه يعني، وبتفرج على كل حاجة من على اليوتيوب والسوشيال ميديا. بس بتابع المونديال عن طريق الابليكيشنز وكده يعني. لا، السوشيال ميديا طبعا، لانها في نفس الوقت هيجيب لك الماتش اللي شغال. انما التلفزيون مثلا هتلاقي برنامج بالليل او حاجه يجيب لك ملخص او كده. احنا على مدار اليوم ماسكين التليفون، فاكيد السوشيال ميديا افضل لينا يعني. يعني بحس السوشيال ميديا احسن شويه، بتخليك متابع لحظه بلحظه النتائج والماتشات وترتيب المجموعات. والاحسن طبعا اللي كله بيعمله، ببقى قاعد من الساعه 12 ظهر لغايه الساعه 11 بالليل قدام الماتشات كلها. الواحد ما بقاش يفوت ماتش كل 4 سنين، ما بنصدق. السوشيال ميديا. بتعرف منين نتائج الماتشات؟ بتابع نتائج المباراه من على الانترنت، من على الفيسبوك فوائد كتير، من على جوجل، من اصحابي فؤاد لما بكلمهم هم بيبقوا نزلوا فبيقولوا لي الماتشات والدنيا دي فيها ايه. كل النتائج من السوشيال ميديا. الا بتفرج برده على الماتشات نفسها. خش على جوجل مثلا اقول نتائج الماتشات، بتيجي يعني بيبقى على موقع كده وبيجي لي النتائج بتاعتها وكده. والله يعني كاس العالم ده غريب بصراحه، نتائجه كلها فيها مفاجات، اغلبها فيها مفاجات، فرق كتير عملت مفاجات كبيره. مين بقى الفريق اللي بتشجعه؟ واكيد طبعا زي ما كلنا بنشجع المنتخبات العربيه اكيد في المقام الاول في المونديال، لكن المنتخب المفضل بصراحه مع انه ما ابتداش بدايه كويسه، لكن ان شاء الله يعني يقدروا يعملوها الارجنتين ان شاء الله. انا بشجع البرتغال عشان بحب كريستيانو رونالدو طبعا، والبرازيل برضو بشجعها. انا بشجع البرتغال والبرازيل عشان كريستيانو رونالدو كده، فانا بحبه فبشجع البرتغال. ممكن مثلا لو فريق عربي او كده، انما فكره ان انا ايه اشجع مثلا زي اشجع البرتغال اشجع الارجنتين والكلام ده، لا مش انا بشجع الارجنتين. انا بحب البرتغال، بحب الارجنتين، بحب كريستيانو وميسي الاثنين. الارجنتين طبعا، بس في المونديال كله.